ان انتوا بتوقفوا موسم الصيد لفتره معينه مثلا 3 4 شهور وبترجعوا تستعيدوا افتتاح موسم الصيد من جديد. ايه الفكره من ده او الحكمه من ده؟ هو في طريقتين، طريقه بالنسبه لي هنتكلم على البحيرات، ان احنا بيتم قفل الصيد ايام الراحه البيولوجيه اللي هي عمليه التبويض وعمليه الزريعة والحجم الصغير، فبدل ما البيض يحصل له طبعا عمليه يعني التبويض نفسها وعمليه الزريعة اللي هو بنسميه التقاوي او السمك الصغير، لو انا بصطاد في هذا الوقت فبيحصل تجريف للبحيره، بيحصل أكل للزريعة اللي هي تديني السمك بعد كده والأحجام الكبيرة، فبالتالي احنا لازم نقفل في الراحة البيولوجية للأسماك لفترة. كل بحيرة ليها نظامها وكل أنواع سمك ليه نظامه، وبالتالي بيتم القفل، عشان كده بنلاقي بعد كده زيادة في الإنتاجية وزيادة في أحجام الأسماك. نعم. طب دكتور منى، في جولة حضرتك النهاردة مع سيد الوزير طبعا وزير الزراعة، إيه أبرز ما حدث النهاردة في جولتكم؟ هو النهارده احنا بنتكلم بقى على افتتاح مزرعه برسيق، ودي مزرعه وزاره الزراعه، مزرعه كبيره جدا. مزرعه برسيق هي من اكبر المزارع، وهي مساحتها على 2000 فدان، والحقيقه يعني البحيره بتنتج للفدان من 3 ل 5 طن في الفدان. لكن احنا السنه اللي فاتت ابتدينا التطوير وابتدينا نطور من النظام المفتوح للنظام الشبه مغلق او شبه مكثف، وبالتالي احنا زودنا الانتاجيه في بعض الاراضي بتاعتنا او بعض اماكن في المزرعه من 3 ل 5 الى 10 ل 12 طن للفدان، وهي دي نقله نوعيه. النهارده لما بنلف في الاماكن ما كناش نقدر نطور كل المزرعه، لكن احنا عندنا مصنع اعلاف، اتفق الساده الوزيرين الوزير الزراعه والسيد المحافظ على ان وزاره الزراعه مع المحافظه يتكاتفوا في دعم مالي لتطوير هذا المصنع، مصنع الاعلاف بالضبط. وبالتالي لما يطور المصنع بالنظم الحديثه الاكسترودر، وده نظامه ان هو بيقدم الاعلاف زي نصف مهضومه، وبالتالي بيخلي تنميه للاسماك بسرعه اكبر ويوفر الطاقه ويزود الانتاجيه، ده هيخلينا ان احنا نطور مزارعنا ونرفع قدراتها من 3 ل 5 طن الى 10 ل 12 طن للفدان، ودي هتعمل نقله نوعيه لو انا عملت كل البحيره. والحاجه الثانيه ان انا اقدر اقسم كمان هنا، مش هعمل بقى موسم صيد، لكن انا ممكن اعمل صيد طول السنه، وده ينفع في المزارع السمكيه غير نظام البحيرات، وده يخلي ان مفيش عندي وقت معين السمك انتاجيته بتقل، وهو ده النظم الحديثه في عمليه اداره المزارع. نعم بالفعل دكتور منى، كلنا عارفين ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بوجود استراتيجيه جديده في موضوع الاسماك ده بالتحديد، هل ده هيوصلنا لمرحله الاكتفاء الذاتي، خصوصا طبعا مع وجود، انا عن نفسي شرفت بزياره مثلا بحيره غاليون ومستوى الاسماك اللي فيها ومستوى مصانع الاعلاف ومصانع الثلج، كل ده موجود في نفس الموقع. مع هذه المشروعات الضخمه والاستراتيجيه الجديده هنوصل للتصدير؟ حضرتك بتقولي كلام متميز جدا، احنا فعلا عندنا مشروعات قوميه متميزه اللي تم انشائها في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن لما بقول لحضرتك احنا هنطور نظم النهارده، هيبقى نظم المصانع ونظم الاداره والانتاج، وده احنا بنقول احنا بنبتدي نرفع قدرات المشروعات القديمه عشان تتواكب مع التغيرات اللي حدثت والتكنولوجيا اللي حدثت وتبقى متوائمة مع المشروعات القومية. كل ده طبعا هيزود لنا الانتاجية. انا عايز اقول لحضرتك ان مصر بتستورد من 250 ل 300 الف طن، لكن احنا كمان مصر بتصدر انتاج سمكي عظيم جدا بالنسبة للانواع عالية القيمة وعالية السعر اللي هي الاسماك البحرية. احنا بنصدر لاوروبا وبنصدر بلدان عربية، والحقيقة احنا كمان زي ما بنستورد احنا بنصدر، لكن خطة الدولة فعلا عملية ان انا ازود الانتاجية واحول بعض النظم لنظم مكثفة، فدان يديني قد من 25 ل 30 فدان، ودي نقلة كبيرة. كل ده علشان المحددات المائية خاصة
في النظام التربية للمزارع اللي بتقوم على المياه العذبة. وإحنا النهاردة كمان في عندنا مش بس إحنا بنفكر في إنتاج الزراع السمكي وزيادة الأسماك، لكن إحنا بنفكر في عملية تدوير المياه، وإن زراعة الأسماك يتلوها من المياه اللي بتستخدم في تربية الأسماك، إن أنا يبقى عندي المياه دي بتستخدم في الزراعة، وبالتالي هتزود لي الإنتاج الزراعي 30% وتقلل لي استخدامي للسماد الكيماوي، ويبقى بديله السماد العضوي اللي هو ناتج من عملية تربية الأسماك. ودي حتى موجودة عندنا في مصر ومنتشرة جدا، يمكن من البلاد القليلة على مستوى العالم. نعم، بالتوفيق يا دكتور منى.